تقصد ايه بالمرة دي يا بفتح الله؟ اقصد اني مش عاوز اي حاجة تأثر عليك المرة دي، زي ما غلطنا نوبة جعفر السخاوي. خايف لكون الحاجة ست اخواتها هي وخالتك بهية دفقوا سوا ونزلوا فيكي عشان توافقي تتجوزي بكري. ابدا، اني ما حدش اتكلم معايا في حاجة، اقصد انت فكرك ان حاجة زي دي تضايقني؟ تبقي غلطانة. أنا كل اللي عاوزه إن أي حاجة تخصك تبقى من حر رأيك، ما فيهاش غصبانية. أحلف على كتاب ربنا إن ما حدش غصب عليا في حاجة. الله يرضى عليكي، هو دي اللي أنا عاوز أسمعه منك دلوقتي. يعني أسألك سؤال وتجاوبيني بصراحة. اسأل يابا. فرضنا يعني إن بكري ابن خالتك جاني وطلب ايدك، اقول له ايه؟ موافق ولا ما فيش نصيب؟ خلاص، انت كده جاوبتي. هما مش بيقولوا السكوت علامة الرضا؟ ايه، ما قلتليش بقى يا ابو عدل، ايه رايك في سعد باشا؟ يا باكر يا ابن خالتي، داني جسمي كله كان بيرتعش. انا ما حدش هيصدقني لما اقول له انني شفت سعد باشا بعنايا دول. لو سلمت عليه وطبطب على كتفي كمان. تعرف يا بكر يا ابن خالتي، اني عمري ما هنسى اليوم ده في حياتي. يا سعد باشا زغلول مره واحده، ده ايه الهيبه دي وايه الطله دي كمان. اني ما وعدتش على ابويا الحاج اسماعيل الحسين الله يرحمه، بس بيتهيألي كده اني اول ما شفت سعد باشا زغلول حسيته ان ابويا عدل. مش توحدك يا ابو علي، سعد باشا ده ابونا كلنا. عشان كده سموا الست الهانم جماعته وست ام المصريين. بالظبط، صح الكلام. وعايز اقول لك بقى ان بغض النظر سواء سعد باشا كان رئيس وزارة، سعد باشا كان رئيس برلمان، سعد باشا بره الكلام ده كله، هيفضل دايما سعد باشا هو زعيم الشعب المصري كله. طب انت عارف انا كمان ممكن اخدك اعرفك على الجبهه الثانيه اذا حبيت. اللي بتقول عليهم الاحرار ومش عارف ايه كمان كده. الدستوريين، اسمهم الاحرار الدستوريين. المهم ايه رايك في اللي بقوله؟ يا ريت اني جاهز وقت ما تقول لي. الله، ده اخويا العمده نزل اهو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مزوق رايح على فين يا عمده؟ انت اللي اتاخرت يا اخويا، يعني ورايا مشاوير كتيره. انا كنت عايزك في حاجه. هنتقابل بالليل. حسن اعمل حسابك، هنسافر بكره ان شاء الله. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ده اخوك العمده شكل باله مشغول بحاجه جامد قوي يا ابو علي. حاجه واحده قول حاجات. اخويا العمده باله مشغول على طول يا استاذ بكري. عجبك الكلام اللي بيقول ابويا ده يا عمده؟ هاتيلي اسماعيل يا شاسيه. ليه؟ هتساله؟ هاتيلي اسماعيل. واجيبهولك ليه؟ ما تروح له، انا سايباه بيلعب بلعبه، جايبها له سيده. ادخل له يا عم، هتلاقيه في اوضه. روح له اتفرج عليه شويه وتعالى. حاضر، اروح له بس ما تجيش ورايا. ايميها بقى يا بنت عزام. الايمها ازاي بس يا ابو الجازي؟ ما تقعديش توجوجي وتنوحي قدام جوزك. الراجل مالوش ذنب في اللي حصل لابنه، مصيبته فيه قد مصيبتك. هسألك سؤال يابا وتجاوبني بحق ربنا. هتسألي عن ايه؟ لو خدت الواد مني وسربته، ابوه هيبكي عليا ليه؟ اسمعين اسمعين، بص لي، انت مش عارفني. أني أبوك يا ولا. لا 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 قوت إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ابني ابني ابني. بسم الله الرحمن الرحيم. ارجعي يا جازي وانت راضي، واللعب خلو هاتيه بسرعة. خلاص يا حاج عزام، خلاص بدو.